مشاهدي وزوار موقع تمدن الآن، مرحبا بكم على صفحتنا على الفيسبوك. من خلال برنامج جديد سنناقش من خلاله مجموعة من القضايا والملفات التي تهم الشأن الأردني. اسم البرنامج خلنا له شؤون أردنية، وفي أولى حلقاته قررنا مناقشة قانون حماية المستهلك، ونستضيف بالمناسبة السيد حسن دنبي رئيس جمعية حماية المستهلك بتردان. سي حسن دنبي مرحبا بك. مرحبا، شكرا سي دافار، مساءكم سعيد متابعينا. أشكر جريدة تردان الآن على الدعوة، وفخورين بالعمل ديالها والطاقم ديالها. نتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله نحاول نوضحوا المسألة ديال الأمور اللي تخص هذا القطاع، قطاع مهم خلال هذا الحلقة إن شاء الله. كما أشرت السي حسن، بطبيعة الحال هذا قطاع مهم جدا، وموضوع عنده رهينيته من خلال مجموعة من الأمور اللي وقعت في الشارع الأردني مؤخرا. ودنا كي نتسألوا عن دور جمعية حماية المستهلك، يعني كما شفنا في مجموعة التعاليق على الفيسبوك، ودنا كيقولوا فينا هي هذه الجمعية؟ ما كايناش جمعية حماية المستهلك، ربما مجموعة من التجاوزات التي تقع بشكل يومي في عدة خدمات. واش الجمعية ديالكم حاضرة؟ هنا قبل ما نطرق السؤال، غادي نبدا التعريفات هي الأولى. نعم، التعريفات ديال جمعية حماية المستهلك هي جمعية مستقلة تأسست في تردد منذ سنة 2013. ثمان سنوات رغم ان ثقافه الاستهلاك على المستوى الوطني جاءت ثقافه جديده، لا على مستوى الممارسه ديال المجتمع المدني، ولا اكثر على مستوى التعاطي ديال المستهلك يعني في الموضوع، ولا حتى على مستوى الاطر المدبره ديال هذا المجال، لان الخضار في مجال مستقل يعني يبد في هذا القطاع. مازال يخدم الان، تشوفوا مثلا دكاتره في مجال حمايه الموسيقى الله تيتخرجوا، يعني باقي ثقافه يعني موضوع جديد تماما مهم. جمعيه حمايه الموسيقى جمعيه مستقله تتشتغل يعني وفق القانون ديال حمايه المستهلك 1908، وايضا بما سطرته في كاهداف في قانونها الاساسي. الجمعيه اشتغلت واستطعت انها تحقق واحد عدد ديال المكتسبات، من بين هذه المكتسبات اللي حققت هو انها عندها شباك مستهلك احترافي. هذا الشباك ديال المستهلك غادي نجيو لهذاك الشيء بالضبط بالتفصيل، غير هو الا كان ممكن باش المشاهد يستافد. الغايه من الاستقبال ديالكم سي حسن هو ان المواطن الاردني خصوصا يعرف بان هناك جمعيه تدافع عن حقوقه، يعني او لا كتوصل الشكايه ديالته للمصالح المختصه. اذا الا كان ممكن تلخص لي فقط الاضواء ديال الجمعيه ديال حمايه المستهلك. جمعيه حمايه المستهلك هو الشباك المستهلك. نعم، واحد القناه مهمه لتنزيل الاهداف ديال الجمعيه. نعم، وللتواصل بطريقه سلسه مع المشتاكون او المستهلك عموما. اذا بغيتو نخلو شباك المستهلك نهضرو عليه بوحدو ماشي مشكل. نعم، الاهداف ديال الاشتغال ديال جمعيه حمايه المستهلك والاهداف ديالها تتلخص في ثلاثه ديال المحاور الكبرى. المحور الاول هو التحسيس. نعم، التحسيس وتوعية المستهلك بما يعني له من حقوق اللي يمكن يوصل بها للحق يعني ديالو في الاستفاده من المواد والخدمات اللي يحتاجهم بطريقه جيده بطريقه قانونيه في كافه يعني ضمان الحقوق ديالو. هذا الشق الاول. الشق الثاني يعني التحسيس والتوعيه. الشق الثاني هو يعني التتبع والرصد ديال السوق. نعم، جمعيه حمايه المستهلك تتكون يعني عندها علاقه مباشره مع ما يجري في السوق، ومتنهضروا على الحاجه ديال المستهلك، يعني عندها مراقبين خاصين ديالها كيخرجوا في الاسواق. ماشي مراقبين، مراقبين محلفين كاين عند السلطات اللي تدير التتبع والزجر. حنا تنديروا التتبع يعني تلقائي اللي تنخبروا به السلطات في شتى المجالات. يعني ماشي كتحركوا حتى كتلقاو شكايه، انتم في عمل متواصل. عمل متواصل وتنديروا جوالات في السوق. نعم، ولكن هي ماشي مراقبه. نعم، لا علاقه لنا بالممول. نعم، الممول حنا اللي رابط بيننا وبين الواصل بيننا وبينه هو السلطات يعني المحلفين في ذاك المجال. مثلا في ارتفاع الاثمان تنتج مباشره القسم الاقتصادي والاجتماعي في العماله. مثلا الجوده تنمشيو للونصا.
او لا مثلا على حسب المجال ديال الدراسه، مثلا اشكال في الماء والكهرباء ندوز للادارات المعنيه في المجال. اذا هذا التواصل دائما حنا نقوم به في اداره تتبع السوق والتواصل. كاين الشق الثالث اللي هو الترافع. نعم الترافع اللي فيه شقين، يعني الترافع بالمراسلات وغيرها والاحتجاجات اللي مسموح بها قانونيا، وكاين الشق الثاني اللي هو التقاضي اللي ربما لولا هذه الجائحة والتعطل اللي وقع خلال عامين بجائحة كورونا كان ربما نكون حصلنا على الحق في التقاضي اللي تنوي به الطلب بسيطته على المستلف كمتعرف مدني. نعم نعم، يعني ملي كنشوفوا ملي كنقولوا المستهلك سي حسن كنمشيو مباشرة للمواد الغذائية، حماية المستهلك يعني كل ما هو مرتبط بالمواد الغذائية. واش المجال ديال التدخل ديالكم كاين حصر في هذه النقطة؟ هو الجانب كما خصو القانون. نعم حنا تهمنا الشق الاستهلاكي جميع المواد ديال الاستهلاك. نعم والشق الخدماتي بجميع الخدمات المقدمة من طرف مؤسسات عمومية أو غير عمومية. نعم. مثلا الكهرباء هي خدمة. مثلا الماء الصحي الشرب خدمة. بحال يعني التقسيط خدمة. يعني كل ما يستفيد ما يعني اللي كيخلص عليه المواطن أي حاجة يؤدي عليها المواطن. مثلا المستشفى. نعم. خدمات ديال المستشفى. هذه تدخل في إطار يعني حماية المستهلك، لأن المستهلك يؤدي ولو درهم واحد. نعم. تعتبر مقابل على هذه الخدمة خصو ياخذها في المستوى ديالها القانوني. حضرني دابا المجال الإلكتروني واش مشتغلين فيه؟ تماما. لأن كنشوفوا عدة خطوات في المجال. جميع التجارة. نعم. سواء التجارة المباشرة بمحل أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أي خدمة. نعم. يؤدي عليها المواطن وأي مادة يشتريها المواطن فهي تدخل في حماية المستهلك. بالنسبة للسي حسن هضرتوا على التحسيس، يعني واش شنو هما الأنشطة اللي درتو من 2013 لحد الآن لتحسين الثقافة الاستهلاكية، خصوصا أن احنا المستهلك المغربي إذا كان ممكن يعني توضح لنا هذا المستهلك المغربي مع أي نوع من المستهلكين تتعاملوا؟ تماما، احنا الجمعية ديالنا كما قلت لك دخلت واحد الدور ثاني احترافي اللي كسبت موراه شعبة المستهلك. هذه العملية جاءت في إطار اتفاقية مع وزارة التجارة والصناعة، لأن المسؤول على قطاع التحكيم الجنسي هي وزارة التجارة والصناعة. نعم. باش نعرفوا هذه العلاقة كيفاش من الناحية القانونية. حنا هذه الشراكة اللي عندنا وزارة التجارة والصناعة تعطينا ولا موقعين معاهم أن نديروا على الأقل ثلاثة أنشطة كبرى سنوية. ثلاثة أنشطة تحسيسية كبرى في كل سنة. فعلا كنا غاديين بهذه العملية هذه، درنا أنشطة تحسيسية في الجميع مجالات متعدده، لكن هذه السنتين تقريبا يعني راه اثرت بطريقه سلبيه على العمل. يعني الجائحه وقفتوا بمعنى الكلمه، لان كاين الكونتاكت كاين واحد عدد الامور تختصر الان على تلقي الشكايات على التواصل عن طريق القنوات ديال التواصل الاجتماعي من اجل التحسيس يعني وتوعيه المواطن. نعم خلال الجائحه واش تلقيتوا شكايات من طرف المستهلك؟ احنا عندنا حصيله اللي يعني تديروا تقريبا كل ثلاث شهور. نعم. تجي بغيت المستهلك يعني يتصل به، هو ان اي شكايه توصلنا بها الا تتصاف تقرير وتطلع للوزاره المعنيه. نعم. كل ثلاث شهور ملزمين يقدموا تقارير ديال الشكايات نوعوها القطاع ديالها شكون الشكايه اللي تحلت الشكايه اللي ما تحلت علاش ما تحلت، وتندير واحد 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 الترتيب للقطاعات اللي اكثر استحواذا على عدد الشكايات والقطاعات اللي تحل المشاكل ديالها. بحال في 2021 نعم يعني استطعنا نتوصل تقريبا ازيد من 400 شكايه خلال سنه، وتوصل تقريبا ازيد من 160 استشاره وتوجيه. يعني كنديروا حتى التوجيه. تماما. واخا نجيو من بعد ما تسدنا الحصيله تشرح لنا يعني حسب الشهور. نعم. كل شهر عدد الشكايات ديالو التتبع ديالها، وهذا يعني العدد ديال الشكايات كان لها فيه دور كبير هو شباك المستهلك، لانها فكره يعني ممتازه استطاعت وزاره التجاره والصناعه انها القانون يصيغ هذه الطريقه ديال الاشتغال. شباك المستهلك فيه موظف مقام عنده جميع الامكانيات باش يمكن يتلقى الشكايه للمواطن، ويمكن يدير التتبع عن طريق يعني المكتب ديال الجمعيه، ويمكن يوصل لجميع المؤسسات اللي معنيه بهذوك الشكايات. ونقول نقول لك واحد المساله باش نكونوا منصفين، يعني الشكايات ونقولها يعني الحمد لله يعني في لقاء رسمي ان لحد الساعه نقول لك جميع الشكايات اللي صيفطناهم بالخصوص اقولهم بالخصوص يعني الجانب الاقليمي. نعم السيد العامل
يعني تجاوز كاين اللي تجاوز واحد بسرعه فائقه وتنقولوا تنقول لك انا شي كاين شي كاين تنشدوا الرد ديالها في نفس النهار في نفس اليوم وكاين شي كاين واغلب شي كاين ما تيقولوش 10 ايام 15 يوم تيجي الجواب الرسمي موثق يعني بجميع الاجراءات ديالو الا كان الا انه كاين مؤسسات اخرين داخل الاقليم جاهلين هذا المجال ديال سمو وحنا راه مقبلين على اعطاء يعني حصيله وشكون المؤسسه اللي تتعاطى ايجابا وشكون المؤسسه اللي تتعاطى ما تتعاطاش لان هذا التعاطي هو في اطار الدستور نعم هما هذا قانون هذا مازال خرجنا قوانين لحمايه المستهلك يجب احترامها يعني تيسالها مهمه من القوانين باقي المؤسسات تنقولوا هذه مثلا ما تتعاطوش بطريقه ايجابيه نعم ولكن احنا جايين هذاك الموضوع ان شاء الله شويه بشويه لان بديك ثقافه جديده عمل جديد وغادي نتبنى شويه بشويه اذا كان ممكن سي حسن غادي نبقى في اطار الشكايات انواع ديال الشكايات اللي كتلقاوها يعني المجال اللي مسيطر على هذه الشكايات الشكايات ديال 2019 كان العدد الاول كان ديال الجانب ديال الكهرباء الفواتير ديال الكهرباء جايب الثاني كاين ديال المؤثر ارتفاع ديال الفواتير هي المؤثر ديال الشهور كان عندها علاقه بالكورونا فعلا المؤثر ديال الشهور يعني يستحوا بواحد العدد كبير ديال الشيكات في المرتبه الثانيه نظرا للانقطاع ديال الماء ايضا لضبط العدادات وغيرها كاين الجانب الثالث هو ديال المواد الغذائيه متبوع بجانب ديال الاتصالات هذوما القطاعات الكبيره اللي كتسيطر سي حسن المستهلك المغربي او المستهلك الوداني مادام حنا في قانون المحلي هل هو مستهلك عقلاني؟ المستهلك هو تيخدم تحت الضغط نعم شكون هو موضوعيين ما معنى تحت الضغط؟ نعطيك مثلا العقود ديال البنك لان حتى يدخل في اطار حمايه المستهلك اطار التوجيه ولا في لا العقود ملي يكون واحد خصو مثلا كريدي يعطوا عدد الاوراق يعطوا غير يوقعوا ما تيقراو حتى القرية ما تيقراوش واش تعرفوا حنا وهي تضمن طبقة كبيرة من المجتمع لا تماما هذا هنا تنفهموا ان المستهلك ملي تيكون تحت الضغط واضطراري تيخلي ذاك المسألة ديال الحق ديالو في المرتبة الثانية تيختي يقضي غير ديك الساعة وهذه مسألة تطيحوا في الإشكالات الكبرى نعم من بعد تيفك المشكل ديالو الأول تيلقى تحت مشكلة أكبر من هذا الأول كيفاش غيفك هذا كاين الناس في المنضة ديالو القانون تيقول 45% في حدود 45% في القطاعات تجاوز كيوصل 80% وسط ولادو التشريعات تشرط الكرام ساعة واحد العدد الاشكالات اللي وقعت هنا حنا تراهنوا في اطار الخطاب ديالنا على المؤسسات باش تطبق القانون المستهلك في هذه الحالات تيكون معدود نفس الشيء تنقولوا حتى في السوق السوق مثلا تيجي واحد تيشري واحد المادة مثلا انتهت الصلاحية ديالها يقدر يكون شافها من غير دابا اغلب الناس ما تيشوفش التاريخ ولكن ملي هذه ثقافه ملي دي مرض حتى ملي دي مرض ما كيمشي كي كيبقى ديالنا ما بغيش يتبع وحالات كثيره وقعنا في هذا المجال انا ما غنتعرفش هذاك السيد تيتحفظ على العنوان ديالو ولا تيتحفظ انه يوقع عليه واحد الوكاله من اجل باش تتبعو هنا كاين اشكالات كبرى محتاج هذا الشيء واحد شويه ديال التوعيه والتحسيس لان ماشي انت وحدك اللي غتهضر راه ناس مجتمع نعم اذا ما بقاش احنا في واحد الحاله ديال ولدك انت او لا مرتك او لا انت وخاطينا ان داك السيد اللي بقى كيوصل ديك العمليه راه واحد العدد ديال الناس تيضروا لقينا فعلا محلات اللي تتروج هذه المواد لقينا محلات تنتقلوا من دون ودون تيجيبوا مواد انتهت ولا باقي فيها اسبوع تيشريها باقل ثمن تبيعها للناس وفي هذه الحاله التدخل ديالكم في حدود الاتصال بالجهات المختصه تنخبروا الجهات المختصه وايضا تنحملوا المسؤوليه لان خاصها تلقى نعم لان عندها وسائل وامكانيات من اجل الرقابه نعم فاحنا ملي وقع مشكل مثلا ديال التقسيط مؤخرا فاحنا غادي نجيو لهذا المشكل بالتفصيل سي حسن نحن على ابواب شهر رمضان وكنعرفوا بان الاستهلاك يرتفع خلال شهر رمضان الاستهلاك يرتفع وبموازاه ذلك ترتفع الاسعار واش عندكم شي تصور كيفيه مراقبه هذه الاسعار؟ هنا تنقول لك محتاجين اولا جوج ديال الامور الامر الاول هو كيفاش يتعامل المستهلك مع السوق هذا امر خطير وتلقوا ان في رمضان تيكون اقبال كبير على الشراء ديال المواد وايضا تيكون ضياع كبير ديال المواد نعم هنا خصنا واحد يعني هنا العقلانيه اللي تشغل يعني واحد الثقافه ديال التعامل مع هذا الشهر هذا وفي الحياه العامه ديال المواطن مساله ثانيه هو خص تكثيف الرقابه نعم مثلا لاحظوا ان واحد العدد ديال المواد تتعرض للبيع في رمضان خصنا رقابه حنا تنقولوها كفانا مثلا
من ان اللحوم تتباع مثلا على سبيل المثال بدون يعني الطبيب. خصنا نوقفوا مع هذه المواصفات. الجهه المسؤوله خصها دير توزيع وتغطيه لجميع المجازر وجميع النقط ديال الذبح مثلا. الرقابه حنا عندنا اشكال غير في البيع ديال مثلا الشباكيه وغيرها. تيوقعوا اشكالات كبرى في هذا المجال. ويعني وحتاجين عليها وباقي مستمرين في هذا الموضوع هذا لان هنا هذا موضوع بين اللونصا والعماله والجامعه فهذا خصو يكون واحد اللجنه يعني قويه من اجل ضبط وزجر جميع المخالفات في المجال هذا وطريقه الاستفاده ديال ذاك الانسان اللي غادي يدخل السوق لان يعني شكون هو الممول هو اي واحد تيجي وتيعرض ماده او خدمه للمستهلك اذا هذا خصو يكون مضبوط باش ما نضروش المستهلك لان من حقوق المستهلك هو الحفاظ على حقه الاقتصادي. صحيح سي حسن يعني خصو اراده ربما ولا خصو الناس يعني سوق كبير نعم يعني تيكون مدخول كبير نعم وما دام تيكون لا واش في استطاعتكم انتم كجمعيه انكم يعني تتعاملوا مع هذه الحالات الكثيره بشكل يومي و يعني شوف المجتمع المدني هو علاش تلخص في فرد نعم او هيئه او مؤسسه واحده المجتمع المدني كيحاول الاشاره انتم الجمعيه الوحيده في مدينه تردد لا لا كاين جمعيات اخرى ولكن الجمعيه الوحيده عندها شبكه مستهلك نعم في تردد المدينه الجمعيه الوحيده اللي عندها شبكه مستهلك تقريبا خدينا في 2017 والحمد لله غادي نزيد شبكه مستهلك واش تقديم شكايات الكترونيه ولا كاين لا تقديم جميع عندنا بوابه ديال المستدير على الوزاره تقدر ديبوزي شكايه في الوزاره وكيتحل علينا حنا نعم ديبوزي فاست تحل علينا حنا مادام يعني الفرع اللي كاين تماما كانت تهمه كادير تحل تحل عليها كادير نعم هذه بوابه الكترونيه تحت اشراف الوزاره مباشره وهذا عمل ممتاز و يعني فقط المواطن خصو يكون واعي بان كاين جهه نعم وعندها شكايه بطريقه مباشره اللي كاين موظف يشتغل عن السويعه ديالو طيله اليوم تيقوم بالدور ديالو تيكون بالتواصل مع الناس يعني يكفيك انك تمشي تقدم شكايه عنده اما بالفم القيد ديال المعلومات ديالو اما مكتوبه يعني في اطار كذلك التعريف بالجمعيه ديالكم في المقر كاين في عماره ميسو وعندها يعني الباج فيسبوك ديالها نعم يعني نشيطه الحمد لله تيخصنا الناس يتواصلوا وحتى عدد الشكايات الحمد لله في تزايد نعم يعني كاين وعي كاين تزايد في الشكايات كاين تعاطي ديال السلطات الادارات كلها مع 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 الفكره لانها فكره قانونيه وينص على القانون نعم سي حسن العالم القروي واش حاضر في الاستراتيجيه ديالكم للتعامل مع المستهلك؟ هذا اذا قلنا ان الناس اللي في المدينه باقي عندهم اشكال في التعاطي مع الثقافه الاستهلاكيه فاكيد العالم القروي لان العالم القروي طريقه الاشتغال ديالو مهني بالدرجه الاولى حيث العالم القروي ولكنني تنقول العالم القروي في اشكالات كبرى لان خصنا نعرف ان جميع المواد في المدينه اللي كتهبط تمشي تباع تما لان ما كاينش رقابه وما كاين هذا اغلب المجازر في العالم القروي ما فيهمش طبيب نعم وباقي هذه المسائل هذه مازال مكبين على العمل في هذا الاطار هذا من اجل توسيع هذه العمليه الداخل يعني التراب الوطني كله لا من ناحيه الرقابه رغم ان كاين لجان اقليميه اللي ديما خارجه ديما ولكنني باقي محتاج الوقت يعني العالم القروي شاسع إذا كان السوق المحلي وصعيب ضبطه فما بالك بإقليم 80 جماعة تبارك الله سي حسن غادي نحاولوا نوسعوا الموضوع شوية ونقول لكم هل تترافع من أجل إخراج مدونات المستهلك إلى الوجود؟ فعلا هو هذا طموح عند جميع المستهلك وطموح وطني نعم والحمد لله يعني المسودة كاينة نعم ربما عند تأسيس ربما كان غادي يكون لو نجح جائحة كورونا كان يكون انطلق وربما رجال الملك نصر الله هو اللي غادي يشرح العمليه مباشره باش تكون الهيكل ديال القطاع نعم جاي ان شاء الله جائحة كورونا سي حسان اثرت عليكم واثرت على المستهلك لا اثرت على الدوله كلها نعم السير باش غادي الدوله يعني تعطلنا واحد عامين طبيعي لان هذا المجال ضرب كل شيء ضرب في الجانب الاجتماعات وفي الجانب الاقتصادي وفي الجانب القانوني واحد العدد ديال المجالات عطل واحد العدد ديال الامور. عموما حنا غاديين الحمد لله على العوده للحياه الطبيعيه كيفاش غادي يكون تصرف المستهلك في نظركم؟ واش غادي يكون اقبال وهو تيتفاجئ يعني تقصح المواطن خلال كورونا ها كورونا خارجه ها الاسعار ارتفعت يعني كيفاش غادي تتعامل مع هذه الاشكاليه الصعبه؟ ان الممولين عندهم تكتلات كبيره وقويه تكتل ديال الاملاك تكتل ديال واحد العدد ديال المؤسسات اللي هي قويه
المسلم اللي خصو يواجه هاد السيطره بالتكتل الكبير ديال الدول من اجل الدفاع الحق ديالهم. الدول مثلا المتقدمه الان راه ولات جمعيه المسلمين عندها واحد الدور كبير، عندها واحد الدور كبير في تتبع واحد العدد ديال الملفات في الاستشاره مع الجهات الرسميه. يعني علاش؟ لان المستهلك عطاه الدفعه ووقف من اجل تزكيه هذا الجانب هذا. فاحنا خصنا نشوف نفس الاتجاه، خدامين دابا واحد العدد ديال المؤسسات على الجانب هذا، خدام تتشكل، خدام المستهلك كيوعى ان شاء الله. يعني كل ما زاد وعي المستهلك بالحقوق ديالو انتم كيكون عندكم قوه. هو حنا نلعبوا الدور غير باش يجبد الحق ديالو، هو اللي يجبد الحق ديالو. نعم هو اللي يجبد الحق ديالو، يكون غير ولكن خصو يكون واعي، خلال وعي الحق خصو يتحرك من اجل هذا الحق. يعني كيفاش ابتدائي يعتبر المساله مصلحه عامه؟ يعني انا لا كنت نتغاضى على شي حاجه مثلا، على شي حاجه بيني كت عليها ولا كذا، ما بقيت ما 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 اتصلتش بحمايه المستهلك، هذا الشيء راه ماشي كيأثر عليا بوحده، كيأثر على بزاف ديال المواطنين. واعي نعم وكاين حاضر، الا واحد حنا نزيدو تماما. سي حسن، مدينه تلوزان تعرفت قطاعات متكرره عفوا الماء الصالح للشرب، والمواطنين من بعد ما علمنا عن الحلقه معكم تيقولوا، انا شرت لها في المقدمه، يعني يقولون بان ما تدخلتش جمعيه حمايه المستهلك، هل هذا صحيح سي حسن؟ ربما لاباج خير دليل. نعم. يعني اكبر عدد اكبر عدد ديال المراسلات اللي درنا اذا كانت المتواطنين مع صحيح الشرب، وربما صدرنا بيانين ولا ثلاثه البيانات في هذا الاتجاه. نعم. وبواحد يعني واحد المستوى عالي. لقينا اشكالات كبرى، ربما اللي دخلنا في نقاشات مع المسؤولين ديال المقطوطين مع الشرب، مثلا ملي تيقل الضغط تلقاو ان عدد تيدور بالنفس، ما كنتش في مشكل باقي هذاك المشكل. لا، اذا كانت الشبكه عامره ما تيكونش، هذا المجال تيكون اذا كانت الشبكه خاويه، وبالظبط اذا كان لابونت كرافيتي كانت دير صوت لواحد الجهه الاخرى اللي يصوت. وبالخصوص وشرحنا هذا الشيء اللي بتوطين مع صحيح الشرب، اذا ما كانوش دوك النفاسات ديال الريح اللي تيكاجيو يخرجوا الهواء بطريقه سلسه باش ما يمشوش للكونتور. هاد الاشكال كلها هضرناها، وكان عندنا لقاءات متعدده مع الوطنيين مع صحيح الشرب، لا على مستوى محلي ولا الاقليمي ولا الجهوي. والحمد لله يعني كنا سباقي تلبوا المحطه ديال التزويد تمرد مع صحيح الشرب. كان لقاء على مستوى العمل في هذا الاطار هذا، يعني واحد العمل ديال ديما حاضرين في هذا اللقاء. النادي من متبعينه، علاش؟ لان يعني اصلا المجال ديالي انا. نعم. هذا علاش بالضبط عطيت فيه لان هذا ديال شرطه المياه اصلا. يعني متمكن. وعندي هذا المجال اللي كنشتغل فيه مزيان، يعني درنا واحد خدمنا في اطار النقد للخدمه اللي تتقام مع صحيح الشرب، وخدمنا في اطار حتى اعطاء تزويد الافكار اللي عندنا والمعطيات اللي عندنا من اجل الوصول للهدف. الحمد لله الان عندنا محطه اللي بوكس كبير. نعم. لو كان ما تحت الضغط ما غاتكونش، وهذه المحطه اللي غتخدم الاكل كامل بواحد العطاء كبير، هذا مكسب كبير يمكننا يعني نستغلوه، ويمكن لنا نقول للمكتب الوطني مع صحيح الشرب انه خصو يعطي اهميه للتواصل مع المواطنين، لانهم زبناء وماشي يعني غير باسور ديزي. سي حسن، مؤخرا احد الناشطين الفيسبوكيين اتى مشكل ديال رفع من التسعيرات ولا من ثمن الذهب لمدينه اكادير، يعني كان 35 درهم قبل كورونا ورجع 40 درهم نظرا للاجراءات الصحيه، باقي لحد الان 40 درهم، يعني كيفاش تعاملتوا مع هذه المشكله؟ ربما غتكونوا اطلعتوا عليه. هذه المساله ديال الترس اخر مراسله درناها هي هذه، درناها اول امبارح. نعم. درناها السيد العام مباشره، مراسله اللي جربت في نفس اليوم، الحمد لله كان تعاطي ايجابي بصراحه. نعم. لان احنا كمؤسسه تنعالج الامور وفق ما ينص عليه القانون. القانون كيقول لنا ان اللي كيحدد التسعيره ديال الطاكسي هو القرار العاملي. دونك حنا خصو عندنا قرار عاملي من اجل الكلام في هذا الموضوع. الطاكسي صغير ولا كبير؟ لا، الطاكسي كبيره ولا صغيره تتحدد الثمن ديالها بقرار عاملي. نعم. هذا المجال هذا احنا هنا فين هضرنا، وهنا فين راسلنا الجهات الرسميه. اولا خصو القرار عاملي. ايضا من حقوق حق من حقوق المستهلك هو اشهار الاثمان. في داخل المحطات حتى نطلبوا باش يكون البانو ديال الاثمان وفق القرار العاملي في المحطات. نعم. وهذه بصفتي رئيس الهيئه الوطنيه لجمعيه المستهلكين، هنا حتى نشتغلوا دابا على برنامج وطني
باش نناقشوا مع الوزاره في هذا الاتجاه هذا. نعم. المستهلك خصو يدخل محطه خصو يلقى الثمن. مساله ثالثه يعني تمنع في المواصلات ديالنا هو ان الجوله يعني الزجاجه الاماميه ديال الطاكسي خصنا نلقاو اللائحه ديال الاثمان موقعه من طرف العامله ماشي قسم التصريف الاجتماعي ماشي لائحه ديال الجمعيه ولا النقابه ديال الطاكسي. نعم. هذيك مساله عموم يعني منطقة عامة اللي دخل خصو يلقى وثيقة مصدر ديالها. أنا معكم واحد النقطة. نعم. هذا هو دابا هنا هذا الشيء خص المستهلك يفهموا. عندها علاقة بالتاكسيات. نعم. خص المستهلك يفهموا أننا حضرت الموضوع وفق القانون. نعم. ماشي بعد آخر. إذا كنديروا الجانب الاحتجاج وجانب لا هذاك جانب آخر مزيان. أنا عارف ولكن المجتمع المدني يساعدكم في المسيرة. مزيان معنا. إثارة الانتباه ديالكم مجموعة من الخلايا. هذا العامين. نعم. بلوكات كل شيء وجمدت كل شيء هذا هو وسيله من وسائل الترافع هذه واحد حالتي واحد البوفار عند المجتمع المدني الترافع يعني رخص به القانون عتاك الاوجه ديال الترافع مارسها وقفات الاعتصامات هذو كلهم مصلح بها من اجل الوصول لهذا لكن هذه المده خلات ناسهم غير حنا الجمعيه تطردتي وتتخاطب الادارات العموميه والجمعيه العموميه بالقانون مادا المستهلك عنده هذا القانون خصو يتحط ما كاينش عارف اثمان خص الاثمان يكون قرار العامل خصو يكون من اجل تحديد الثمن صافي انا هذه واحد النقطه ونقول لك واحد القضيه المواصله الحمد لله وهذا تنقولوها طيله المده اللي كتبت للسيد عن هنا يعني تيكون تجاوب ايجابي 100% واش نقولها انا نقولها انا شهاده سي حسن هذا الموضوع اذا سمحتي لي الموضوع جاني في الجواب نفس اليوم انا اتراجع الثمن ديالنا نعم تاشرت التجاوب السريع ديال الجهات المختصه في ما يخص يعني الشكايات اللي كتستقبلوها سي حسن انا واحد النقطه ديال انه مثلا المستهلك وقف طاكسي ما بغاش يدي يعني كانت شي كنتعرضوا ليه بشكل يومي ماشي الحاله ليست مرتبطه طبعا بالتاريخ هذا الشيء كيوقع على الصعيد الوطني يعني مثلا انا وقف طاكسي كنقول له مثلا ديري البلاصه الفلانيه يقول لي انا ما غاديش تما شنو موقف الجمعيه ديالكم هذا التصرف هذا ديالك هو تقسيم ديال خرج ديال البلاكا فوق نعم كيولي يعني عمومي ماشي ديال الشيء كله ديال المهم كيولي ديال المواطن تحت مسألة المواطن اللي تيركب وتيخلصوا كيولي تيترك هذيك المده اللي غادي يقضيها في الطاكسي نعم ما عندوش حق يهز واحد اخر اذا في الاستشارات هذاك الراجل الاول نعم ما عندوش الحق يهز الزوج ما عندوش الحق يهز الدار الا بالاستشاره ديال ذاك اللي ركب في الاول هذا الشيء تيدار في اطار التوافقات باش تبقى ذاك التماسك بين الزبون وبين حنا ما عندنا مشكل ولكن ملي كيوصل لواحد المرحله ديال الاستفزاز ولا ترجع للقانون نعم قانون مثل هذا الطاكسي عنده الحق يوقف وعنده الحق يعطي الحق ركب الا واحد الحاجه الا كان مثلا ريزيرفي نعم ولكن خصو يوقف يقول لك راه ريزيرفي من طرف زبون اخر نعم. انا ما غنحرمش الزبون لان غادي نعم فهمتي نعم صح هذه المساله راه حق من حقوق المستهلك ما يدعش الحق الاقتصاد من حقوق المستهلك والحفاظ على الحق الاقتصادي ديالو نعم. انا غادي عندي خدمه ولا عندي كذا خص من حقوق الخدمه كاينه خصني نستافد منها نعم سي حسن كتلقاو شكايات بخصوص الكلاب الضاله اللي كان موضوع اللي طرح عليه المرارة ما حنا تعرفوا هذا الموضوع انه سابقا كانت مكلفه به لونسون كيفاش كانت مكلفه به لونسون يعني هي اللي كانت تقوم يعني بمحاربه هذا الكلاب الضاله نعم. لكن وفق القانون الجديد الجامعه الترابيه اللي بدنا مسؤوليه وكاين طرق ديال القضاء على الكلاب بطريقه ديال الرمي بالقطاس او لبس السم او لا ولكن الجامعه لقيتو شكايات فهاد لقينا شكايه واخيرا واحد ثلاث ايام هذه سبقنا شكايه واحده نعم غير في هذا الشهر جوج سيفتنا للجامعه مباشره وبغينا نزيدو غنسيفتو للسلطات المحليه كاين تجاوب علاش؟ اش تنقول لك انا التجاوب الاول اللي تنلقاه بصراحه هو ماشي خصي العام نعم هذا نشهد به وعندنا احصائيات وعندنا تاريخ ديال اصدار المراسلات وتاريخ ديال جواب المراسلات يعني انتم كنتوا غتصدروا حصيله كاين مؤسسات هي باقي يعني من عقليه قديمه وباقي تتجاهلوا هيئه المجتمع المدني ولكن هيئه المجتمع المدني راه ماشي حتى هي سهله غتتسجل وتتوثق وغتخرج بالاحصائيات وغتخاطب كل واحد ما تجاوب وفق القانون لان ماشي غتعطيني انا ولا غنعطيك ولا غنطلب ولا غتزرب هذا قانون هذا علاقه تربطني معك هو انني اعطيتك تجاوب
انت ماشي ديال راسك ولا ماشي شركه ديالك. نعم. مؤسس ديال الدوله شي عموميه او شي عموميه، فخصك تكون التجاوب ديالك في الوقت لازم وفق ما عملنا الصعيد القانوني. نعم، بعض المواطنين كيتسالوا على الصفحه الفيسبوكيه اين يوجد شوفك المستهلك، الا يكون ممكن نعاود نذكرهم، يوجد في عماره ميسو. كاين خرج من حمايه المستهلك في العنوان عماره ميسو. كاين صفحه الفيسبوك. كاين صفحه الفيسبوك ولكن امام القصبه في عماره ميسو معروفه بالضبط السبيطار. نعم. سي حسن، اذا كان ممكن تحدث لنا عن القانون 31 للتزاوجيه اللي كي المتعلق بحمايه المستهلك. واش هذا القانون يستجيب للانتظارات؟ القانون 31 فيه مجموعه من الحقوق ديال المستهلك البسيطه ديال المستهلك اللي غادي يحتاج ليها في الحياه ديالو. كيحمي المستهلك في جشع في مواجهه جشع المورد في السوق والمشرعين، يعني كان عارف ان المستهلك بوحدو ما يمكنش يواجه عند الجشع والغطرسه ديال المورد لان عنده قوه اقتصاديه. ولكن المورد تيستند على 1204 ديال حريه الاسعار والمنافسه. حريه الاسعار غادي نهضر عليها فيما بعد. نعم. ونعطوا الاشكالات اللي فيها ونعطوا بعض المواد اللي غاب فيها اللي غاب فيها هذا المجلس. نعم. ديال حريه الاسعار والمنافسه وغنسالوا علاش دخل. نعم. ليه؟ فقانون حمايه المستهلك جاب بهذا المنطوخ وهو اللي يعني صدر ونص على مؤسسه شباك المستهلك. نعم. تكون هي يعني داخله ضمن جمعيه حمايه المستهلك وعطاها هذه الهيكله كلها باش تخدم مصلحه المستهلك. اذا هذا هو قانون حمايه المستهلك، هو يصب في يعني مصالح المستهلك. بالنسبه لقانون حريه الاسعار والمنافسه حتى هي تصب في جانب المستهلك. علاش؟ لان حريه الاسعار والمنافسه جات الماده نعرفوا ان المواد المسعره تقريبا كانت 13 وتزاد 15 جوج في الجائحه ديال كورونا اللي هي الكمامات ولي برودوي ديال سول 15 هادو مسعران وفق يعني الاثمان اللي محدده بطرف الدوله. باقي المواد تتخضع لهذا قانون حريه الاسعار والمنافسه. اش تيعني قانون حريه الاسعار والمنافسه؟ يعني دار واحد العدد ديال الاجراءات البنود القانونيه لتنظيم هذه العمليه هذه. ما عطاش مثلا للناس باش يجيو يتفقوا على ثمن واحد. هذا يعني كاين حريه ما عندهمش الحق واخا يتفقوا. الحمامات مثلا ما عندهمش يتفقوا. المصور كان واحد الموضوع كنت يتفقوا ستاسيونات المازوت. شوف تنقول لك انا بالقانون. نعم. ما يجب ان يكون. حنا تنظموا في قضيه المازوت درنا بيان وصدرنا في هذا الجانب هذا. بعض المواطنين كيتسالوا على لحد الان لم نرى اي بيان في الزيادات. درنا بيان. نعم. وهضرنا راه القضيه غير في 2010 غير في 2020 ماشي قديم غير مؤخرا وحطينا ثلاثه النقط هذه الزياده. اش طلبنا حنا؟ طلبنا الدوله او الحكومه باش تعطينا الاثمان على المستوى الدولي. نعم. لان يعني الاثمان على المستوى الدولي هذه الحق في المعلومه. تعطيني الثمن ديال المازوت شحال؟ التنقل ديالو شحال؟ يعني الوضوح مع المستهلك. كل وضوح. تنعتبر المستهلك انه الانسان واحد المجال اللي فيه ناس واعيين، فيه ناس ناضجين، عرفوا قراوا قراتهم الدوله، خص على الاقل تجاوب معاهم على وفق المستوى ديالهم. اذا الاثمان ديال النقل ديال الغازوال، الضريبه ديال الدوله في الغازوال شحال؟ شحال باش خصو يتباع هنا؟ خاطر خصها تتحط. نعم. تتحط. تيبقى الاجتهاد ديال كل واحد والجهد ديالو، حنا نسجلوا ديك الساعه. هذا درهم، هذا زاد درهم، هذا نقص درهم، حنا عندنا طريقه كجمعيه حمايه المستهلك، انني الصباح حتى انا نخرج للستاسيون ونشوف اللي رخيص ونوجه للستاسيون ديال هذا قاطيع، باش الخطه ونغيب عليها انه يتيح حتى انا. حنا هذا التواصل ما كاينش بطرف الحكومه، شكون؟ المسألة الثانية هي المراقبة. تكثيف المراقبة على الجودة ولا على حتى تجاوزات الفكر بين القانون. زين؟ وهذا الشيء كاين مدون في البيان. واللي يرجع البيان ديال جمعيه حمايه المستهلك راه واضح وراه حديث العهد ماشي حاجه قديمه وبقى بيان اخرين سابقين. زيادات في المواد الاخرى يعني كاين واحد الارتفاع مئوي في مجموعه من المواد الغذائيه. اللي جا الان هو الحرب ديال روسيا اوكرانيا غتغطي على الحرب هذه الزياده غتكون اليوم غتغطي خص يكون عندنا واحد الاشكال. نعم راه كيدق نقص الحرب تقول لك انا دابا اللي غيغطي اللي غيوقف عقبه في وجهنا حنا في الطرف. نعم. فهمتي؟ جا العدد ديال الحرب دابا هو اللي غنتلقاو كلها، لا حنا كمؤسسات مدنيه ولا المستهلك. هذا هو يعني بحال قلت الحجه. نعم. اللي غيعطي اي واحد، ولكن نكونوا واضحين ان
هذا القانون ديال حرية الأصوات والنفس راه خاطر كل العضو الطلب. نعم. تيبقى التوعية ديال الموسيقى شنو هو؟ أشنو هو؟ واش هذيك المادة فيها الحدود؟ يعني كيكون في القانون إلا سمحتي لي غنرجع لك مع القانون ديال 114 واش كاين هناك تسقيف الأسعار ولا ما؟ لا ما كاينش ما كاينش حرية الأصوات هذا تعني العرض والطلب. نعم. ما في حتى شي حاجه اللي كنضبط بها ولكن كاين بعض الامور اللي ما كاينش دار ولكن كيكون عندك احساس مثلا كاين واحد الاتفاق بين الممولين لا مثلا انا كمستهلك كنمشي نفس الماده الغذائيه يعني كنلقى فرق بسيط جدا يعني كنحس بها كتوقع واحد الحاله انا داك ديال المصورين ديال المصورين كان اتفاق رسمي ولكن داز واحد الاتفاق مؤخرا ديال كانوا اتفقوا باش يديروا ثمن واحد ودغيا توقف نعم البلاصه توقف كانوا وقعت في المصورين وعلقوها بانه وثقناها واحد العدد ديال المدن ورفعنا شي كاين مجلس ديال الاصابع والنفسه جلسنا معاهم في الرباط ناقشنا معاهم الموضوع داروا اجراءات قانونيه ولكن باش توصل للمبدا غاصي. نعم بعض المواطنين كيقول لنا بان ربما كتواجدوا الليله قرب رمضان واش هذا الشيء صحيح؟ حنا بدايه الحلقه انا عرفتك سالتي مجموعه من الانشطه اللي كنت فيها. نعم عندنا من يدين تجاربين خاصلة ديالنا عندنا شكايات كل ثلاث شهور تلقى رابور ديال حنا خدامين 406 ديال الشكايات ديال رسمية و160 توجيه إلا ممكن لأن وعد أنني غادي نرجع لهذه المسألة ديال التوجيه أشنو كتعجب بها؟ التوجيه كي تيجي يسولك أشنو غندير ماشي عندو شكاية بغا استشارة حتى مثلا قاد بنكي ولا شي حاجة بغا يخدم البنك غندير شنو هما الأنواع ديال الكونترا بغيت لي واحد الدار أشنو كي غندير اجراءات نعم. واحد العدد الامور كاينه استشارات يديروا الناس قبل ما يقبلوا على راسهم. السي حسن نلاحظ بعض المواطنين يتساءلون نلاحظ غياب لوحه الاسعار عند اصحاب التوابل والعشوب يعني واش هذا كتقدروا تدخلوا فيه عندكم طلب مثلا من محل نوع الاسعار ولا كتصلوا طلب ذهبي ودرنا حملات ودرنا حملات تحسيسيه لا في جنان الجامع ولا في السوق ديال اسمو الفيسبوك راه شاهد يدخلوا يشوفوا نعم. لكن هنا نداء نعم باش نوضحوا هذه النقطه هذه هذا نداء قسم الاقتصادي والاجتماعي هذا الدور ديالو الزرج كل واحد ما شحال الاثمان ديال المواد انا ندير فيها هذا ندير جدران ندير فيها 6 دراهم ولكن علقها اشهار نعم هذا هو القانون هذا دابا بالقانون القانون هذا الغرف تندير فيها 10 دراهم هذا تجي 10 دراهم ما تخليش دار المزايدات تقول لي 10 دراهم ولا يمشي اجي يحسب 2 دراهم يحسب 6 دراهم ولا تبقى تستر في السنين هذا قال جميع المواد يعني بزاف كلشي نعم كيصرف في شحال الاثمان هذا قانون يا اما تطبقوا يا اما تحيدوا نعم المشتري دارو خص المؤسسات والاداره تاع المنشأة خصهم يحترموا نعم والجهات الرسميه راه كل واحد مسؤول على الشيك كل واحد مسؤول على الشيك ديالو فهمتي لكن الاسعار الدرجه الاولى راه كيصدروا الاقتصاد الاجتماعي انه هو الدور ديالو خصو يزجر اي واحد يعني من خلاصه المواطن خصو يساعد في هذه المساله يساعد لا في الاداره وحنا راه مستعدين نوصلوا اكثر اللي تلقاو اللي ساندنا نعم وخرجنا نعم سي حسن يعني اشرفنا على نهايه البرنامج نشكرك اولا على الحضور ولكن عندي واحد السؤال قبل ما نكملوا هو هل هناك فرق بين المستهلك الوزاري والمستهلك في مدن اخرى؟ ما كاينش فرق كبير انا سيرتي حيث نتلقى الشكاية ديال واحد العدد ديال المدن اللي تلقى رئيس الهيئة الوطنية و عندي تقريبا نفس ربما كاين مدن كبرى شوية بالكبرى بحال الدار البيضاء بحال فاس عندهم ثقافة ديالهم عندهم إجماع على عندهم مواد ما عندناش حنا وعندهم مستوى معيشي ديالنا ديال الناس شوية بداو بدا غير الجانب ديال السيرة كتلقى طرق كتلقى فرق يعني كاين فرق بين وهذا الشيء طموح ديال كل واحد اللي بدا ماشي اليوم ماشي بحال اللي بدا البارح بحال هذه طبيعي لكن احنا نطمح الى ان يكون عندنا يعني مستهلك واعي مثقف بالحقوق ديالو وان شاء الله يعني راه مقبلين على واحد العدد ديال الامور لان الثقافه كما قلنا جديده ولا احتاجتوا ان نزودكم بعدد الانشطه اللي داروا وعدد اللقاءات التواصليه وعدد ديال فهي راه الحمد لله واحد الصحه كبير ولكن المستهلك خصو يهتم بهذا القطاع لانه هو القطاع ديالو هذا راه قطاع يومي شنو غير المدارس الخصوصيه شحال اللي قاعدين فيها تمام المدارس الخصوصيه كارثه اخرى اللي تعيش فيها المستوى الوطني نعم الويلات ولكن منين الناس مازال كيجيكم شي كاين في النوعي تماما دخلنا في اطار كثيره ولا ممكن توضح شي كاين في الادب شي كاين في التسعيره ما تتعلقش ما تبداش
لي سكيت شكي ترونسبور شكي مواد تبع داخل البلاصه الخصوصيه خاصهم شحال يتبعوا تتقدم برنامج طلابي تبقى في حدود برنامج طلابي واحد العدد ديال الامور فيها دخلنا فيها واحد الامور تفكت واحد الامور باقيه في الطريق الاطر التربويه واش كاين مستوى هذا سؤال لان وزاره التربيه الوطنيه هي اشو الشكل اللي تيهمها تيشق الشكل برنامج طلابي ما الكفاءة الأستاذ المستوى ممكن أن يدخل فيها نعم. تدخل من المواطن مع المؤسسة بطريقة مباشرة إذا كاين حنا نراهن على أن المستهلك يزيد يتواصل حنا راه في تواصل مع إن شاء الله من أجل يعني توضيح هذه الأمور هذه التوعية ديالو بالحقوق ديالو يعني دراية بالمجال القانون المسدد ديال القانون في هذا المجال هذا باش نحاولوا يعني نواجهوا كما قلت لك داك الجشع ديال مورد السوق حيت هذوك شركات وقوه اقتصاديه كبيره خصنا نتعولوا اننا نواجهوها. سي حسن كاخر سؤال هل تعتبرون المهني مستهلك؟ المهني جميع المواطنين المستهلكين فيما يستعملونه ويستهلكون عنه. اما فيما يخص يعني المهن كما هو تتباع داك اللي تيشي هذا هو المستهلك. وداك اللي كيبيع مستهلك بالنسبه للاخر دابا مستهلك فواحد الشق بدا يستعمل هو انتم الكليون فينال فوالا الكليون فينال اللي يستعمل نعم يعني اللي يستعمل فوالا يعني ماشي اللي كيعاود يبيع اللي كيعاود يبيع نعم سي حسن نشكرك على سعه صدرك صراحه شكرا اللقاء معك كان شيق شكرا لكم انتم وهذا تنشجعكم تمشوا في الاتجاه هذا شكرا لكم كيما قلت لك الايمان ديالنا هو الاعلام فاسمو فنتمنى لكم التوفيق اشرفت عليكم السي حسن مشاهدي وزوار موقع تردد الان اشرفنا على نهايه برنامج شؤون ميدانيه الى موضوع لاحق وملف اخر شكرا لكم على المتابعه ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي